بن دلاح، حمزة بن دلاح هضرنا عليه شحال هذه ما عنديش القهوة. حمزة بن دلاح، حمزة. شوف شوف، انا غادي نشوف، غادي نقول الراي ديالي باش نكون. شوف الراي ديالي، كاين بزاف الناس ما غيعجبهمش، ولكن انا كان الناس اللي ما غيعجبهمش الراي ديالي اكثريتهم راه ماشي متخصصين، يعني الناس ديال الشارع ما تعرفش، ما الدومين ما تيفهم فيه توزع. دابا خاص ملي تقول لي رايك في حمزه بن عبد الله، واش رايي في شنو دار ولا شكون هو؟ حيت شنو دار، هذاك الشيء اللي دار حمزه بن عبد الله راه كلشي كيديرو، راه غير المغاربه راه شفتهم كيضربوا لي كونت وكيحولوا الفلوس، السكيمرز كاينين والسكامرز كاينين فراه هذا الشيء كاين. حمزه بن الله تم تضخيم هذا الشيء اعلاميا، حيت مساله انه روبن هود يسرق من اليهود وتسلط الفلسطينيين، وهذا الشيء كامل عندك شي دليل ان هاد الناس وصلوا فلوسهم، حيت ما يمكنش يوصلوا لهم فلوسهم، يعني فرضوا كاع هو هز هذوك الفلوس صيفطهم، راه غادي يوقفوا هذوك التحويلات، غيوقفوا وغادي يسترجعوا هذوك الناس فلوسهم، يعني راه لا فلسطينيين وصلهم شي ريال، ما غيوصلهمش فلسطين، ما غيوصلهم حتى شي ريال. هاكا والبنوك المغربيه هزوا هذوك الفلوس صيفطوا لفرنسا، علاه المغرب ما غيقدرش يرجع هذوك الفلوس؟ غير رجع هذوك الفلوس، غير رجعوا راه سهله. المساله اللي دار حمزه بن لا زعما ماشي زاط بيك دي، راه كلشي كيسكيني وكلشي كيسميتو، يعني زعما ماشي، يعني راه ما تمشيش انه اتس فيري سكيل، حيت المساله اللي دار راه كيديروها الناس، راه كيتشدوا عليها، راه الواعره هي ما تشدش، اما راه لا تشديتي راك ما واعر ما توزع، حيت الناس وسختو ملي كيكونوا الاختراقات اللي تكونوا ماليه، حيت هو راه خصنا نفرقوا ملي تكون انت كتهاكي بي سي ديال صاحبك، وبين انك تتهاكي او لو ملي كتقيس النظام العام، ملي كتولي كتقيس النظام العام راه كتهاكي صاحبك، مشى قدم شكايه هو هذاك، ما غادي هاكي بنك المغرب، هاكي شي بنكه هنا في المغرب غايشدوك، ما غاتشد واش انت واش كتهاكي؟ غتمشي ضرب البنوك الاسرائيليه، يعني ماشي بنكه ماشي جوج، زعما هاد الناس ما غايشدوش كمان صاحبي، وراه هو تشد في الاخر، غاتشد حيت راه في الاخر غاتشد، راه حيت ملي غادي تقيس واحد نظام مولي نظام بنكي كبير او لا، هذا راه غادي تشد في الاخر. الواعره هي اللي غتقول لي واحد واعر، غنتفق معاك انه هكا هاد الناس هذا وتيديروا ما معروفش، حتى دابا باقي هو اللي هو هكا، هم البارح شدوه الغد ليه سالا الفيلم، فما اين هي البطوله هنا؟ واش البطوله حتى في فلسطين؟ فلسطين ما وصلهمش هذاك الشيء، واش دلاج دلاح ولا دلاج ما عرفتش، واش البطوله هنا؟ اين هي البطوله؟ هذا اجرام، ما قام به هو اجرام، وما قام به ما تعتبر اجرام، كيفاش غتعطيها تفسير نتاعك؟ هذا هو رايي في هذه المساله. وكاينين الجزائريين، هو جزائري اليس كذلك؟ وكاينين الجزائريين كيسكيميو، كاينين الجزائريين كيسباميو، كاينين المغاربه كيسباميو، كاينين المصريين كيسكيميو، هادشي راه كاين في العالم كامل، يعني ما تيبانش ليا راه كما روج له، وهادشي راجع لان بنادم ما عارف صافي. نظام البنوت خاص الدولة والدولة خدام فوالا، هو شوف في الدومين ديال في الهاكين، راه ماشي الوعورية هي تهاكي، العورية كذلك هي تعرف تخفي الاثار ديالك، تكون القرصه ديالك دايره بحال القرصه ديال النحله، والصوت ديالك داير بحال ديال الفراشه، كتقرص وما كتبانش، راه الا كنتي كتخلي الاثار ديالك فبالتالي راه انت ماشي واعر، الا كنتي كتهاكي كتخلي الاثار ديالك انت راه ماشي واعر، راه كاينين الناس كيهاكيو لي سيت ما تعرف حتى شنو هو اللوغ،
كيدخل السيد الله كيبان ليه هكاك الايبي ديالو مزرلع هكاك تما، وتعرفوا فين دخل المسارات اللي دخل ليها، حيت في لا ميثودولوجي الهاكين اشنا هي؟ راه هي ريكونيسنس، كتعرف هذاك لوبجيكتيف اللي انت غادي تهاكي، كتعرفو، كتحاول انك تشوف تعرف اشنا هما الثغرات اللي فيه، اشنا هما هذا. من بعد كتمشي، ملي كتعرف هذا كتمشي العمليه ديال الاختراق، يعني كتخترق هذاك النظام. يعني انا مثلا واحد البيسي غنشوف مثلا شنو هما المنافذ المفتوحه، شنو هما البرامج اللي فيه، هذوك البرامج اللي فيه، واش هذاك السيد دير لهم الميزاجور ما دايرش لهم الميزاجور، اذا ما دايرش لهم الميزاجور غنشوف الاصدار اللي عنده، غنمشي نقلب على ثغره فيه غادي نلقاها، غادي نختار. اذا المرحله من بعد الريكونيسنس كيجي البينيتريشن، كيكون الاختراق. ملي كيكون الاختراق كتجي مرحله اخرى سميتها تثبيت الاختراق. يعني انا مثلا واحد السيد دخلت ليه البيسي ديالو، راه يقدر يطفي غير الروتور ديالو، راه صافي مشى الاختراق. اذا الا مشى الاختراق من يطفى الروتور ديالو، خصني ندير تثبيت الاختراق عن طريق تروجان او الى غير ذلك. اختي ايناس حامض، اختي انا هنا راه ما كنديرش، ما كنوريكش الجميله كيفاش كطيب، الله يرضى عليك. فكيكون تثبيت الاختراق من وراء تثبيت الاختراق، اشنو هي الخطوه الاخرى في لا ميثودولوجي الهاكين؟ كليرين تراكس، خصك تعرف تمسح الاطار ديالك. ما تعرفش تمسح الاطار ديالك، انت راه غادي تصيد، تو سامبلومون غادي تصيد. غيجي داك السيد اللي قلنا حنا اللي كيخدم هنا في المجال الامن المعلوماتي، غيجي غيبدا يقلب شكون هذا، منين جاتنا لاطاك غيلقاك.